يا خالصة ليكم، مرحبا بكم. لقائنا متواصل حتى ال 11، ومرحبا بكم على 0522 46 72 50 أو 51 أو 52، أيضا 0522 88 00 60 أو 61 أو 62. مرحبا بكم، مرحبا بكل أسئلتكم. نبداو مع اللا نعيمة من تارودانت. مرحبا بك اللا نعيمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفاش كيداير اخويا؟ كيفاش عليك؟ الحمد لله، الله يجازيك بالخير. تفضلي. الله يجازيك بالخير. بغيت نهضر مع الدكتور حليمي. اكيد. مرحبا. مرحبا. انا اللي كنت نهضر معكم ديك الايام، ديك الايام كنت هضرت مع بطلحه كاع باش نهضر معكم على حساب ديك الحكايه اللي كنت قلت ليه، على حساب ديك الحكايه اللي كاينه فيا. ارجع عليك وين؟ ايه شكون راه مشيت درت تحليله ديال الدم اللي قالت لي الطبيبه، شكون انا متبعه مع الطبيبه ديال الجلد. اييه. ديال ما شكون ديال تبات مع الطبيبه ديال النساء وصح ما دار لي والو. مشيت لعند الطبيبه تاع الجلد وقالت لي راه عندك الاكزيما هذيك، وليت تبعت معاها وقالت لي قالت لي ديري شي تحاليل ديال، كان قالت لي ديري واحد التحليله ديال ما عطاتش عيد، تيقول لها هذيك ما عطاتش عيد هذيك التحليله ما عطاتني ديالها، وعاوتاني قالت لي لا واش صدقي هذيك ديال الدم هي الاولى، ديري هذيك ديال الدم هي الاولى. ومشيت درت هذيك ديال الدم درتها، ومنين خرجت ليا ما سميتها قالت لي بان راه عندك، قالت لي بان عندك هذا شي مواد، قالت لي خصك تاكليهم تدير لك الحساسيه. وقالت لي بينهم نيت، قالت لي اللوز و لا واش درت، اسمح لي اسمح لي، درتي هذاك لو تيست الحساسيه؟ هي درتها، هي درتها. اها قلت لك داك الشيء اللي خرج التحليله خرج فيها بان، قالت لي ما خصكش تاكلي اللوز وهذا هو الرز ودقي فرص وبشله ومطيشه والبعدنوس والقزبور ولابوكا والخوخ. واخا هاد دابا التشخيص اللي عندك انت، واش عندك حساسيه ولا عندك كزيمه؟ انا حيت تشخصت ليا قالت لي الكزيمه، ولكن انا ماشي انا راه كلشي عندي، راه كنت متبعه مع الطبيبه ديال النساء شحال، راه كلهم الدات ديالي ماشي. واخا 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 نجاوبك، نجاوبك لهنا. مرحبا. اي واخا نجاوبك. الله يخليك. بغيت نقول لك واحد السؤال اخو، الله يخليك الوالدين. وممكن؟ تفضل. ابي على حسب هكا النبوله حتى هي شكون راه كندير ذلك، على حسب النبوله حتى هي متبعه مع الطبيب تاع النبوله شحال انا متبعه معاه، بصح ما دار لي والو الدواء حتى نتبعه، تيقول لي ما عندك والو. وانا قلت انا واقيلا ما عطاش نشوف الطب ديال المصرى، داك ديال المصرى ولا شنو تيقول لي، هذاك الطبيب ديال المصرى نتبع معاه لانه كيبقى يزيرني بزاف، بقى يزيرني بالليل وبحال هكا كل شي حاجه ولا حاجه كيبقى يزيرني مصرى، كيكون لي فيه الكاز بزاف. وانا حيت تبعت زعما مع ديال البوله خرج لي التحاليل، زعما تيقول لي ما عندك والو. ما واخا نجاوبك واخا لا نعيمه، نجاوبك دابا النمره ديالتك ماشي ممكن. واخا لا نجاوبك بعدا ورجع للسوندار وخذ الرقم. تفضل اوسع. اولا فيما يخص لا الكزيما ولا الحساسيات، فقط نعرفوا باللي احنا الجسم ديالنا عنده سموم خصو يخرجها، هاد السموم اللي كيخرجها خصو يخرجها عبر الابواب كيتسموا لي زيمونكتوار. الذكر عنده 4 والانثى عندها 5، اللي كتشترك فيه الذكر والانثى هو الرئه التنفس، هو الامعاء شرف الله قدركم الفضلات، هو الكلي شرف الله قدر الجميع اللي هو التبول، وهو العضو الكبير في الجسم ديالنا اللي هو التعرق اللي هو الجلد. وبالتالي الجلد انا كنسميه هي داك الكلوه الثالثه. علاش؟ لان راه كيخرج فيها لاسيد لاكتيك، كيخرج فيها لو كالسيوم الزايد، كيخرج فيها السموم، كيخرج فيها بزاف ديال الامور. وبالتالي الجلد الناس اللي عندهم الاكزيما والناس اللي عندهم الحساسيات الجلديه. اولا قبل ما ندوزو لو تيست وقبل ما نعرفوا هذا نحيدوه نحي، كاين الناس اللي عندهم جميع اللائحه خصو يزولها ما من الماء، كاين الناس اللي عندهم اللائحه فيها حتى الماء. اذا هنا كنفهموا ان كاينه شي حاجه يعني خاصنا نهتموا بها. الناس اللي عندهم جميع الامراض الجلديه من التورديت حتى الحساسيه، شنو خاصهم؟ خاصنا نحروا الابواب باش يخرجوا السموم، التنفس الصحيح، الرئه، التغذيه الصحيحه، الامعاء، التغذيه الصحيحه للكليتين، والحركه والتعرق، والابتعاد قدر الامكان عن الملابس البلاستيكيه. الناس غايقول لك لا وي راه 99% من الملابس اللي كيلبسوها الناس هي بلاستيكيه، يعني
على الاقل على الاقل الملابس الداخليه تكون ملابس قطنيه، لان ما يهيج الجلد هو جوج انواع، يعني ما هو ميكانيكي من الخارج يعني الملابس، وما هو كيميائي من الداخل التغذيه. التغذيه باش نجيو نقولوا مطيشه مثلا خصنا نزولوها، مطيشه دابا اصلا ادير لك حساسيه سواء باينه سواء ما بيناش، ما يمشيو نديروا لو تيست مثلا، خصك تحيد كاوكاو. وي كاوكاو رومي ما صالحش اصلا، وبالتالي انا مثلا مطيشه، علاش كنقول للناس هاد الاغذيه خارج الموسم ديالها ولا الاغذيه مغيره وراثيا هي مسببه للحساسيه. شنو هي الحساسيه؟ الحساسيه هي عباره اما سموم متراكمه او لا استجابه ديال جهاز المناعه ضد واحد الجسم غريب كيتسمى لونتيجين، افراز العديد من ليزونتيكور والهيستامين. صافي، انت ملي كتاخذ غذاء مثلا عندك بسورياسيس، عندك حساسيات، عندك مشاكل جلديه، خصك تعرف بلي خصك تاخذ الغذاء ديال الموسم، لان الغذاء خارج الموسم كنت قلت لكم انا بلي فيه جوج، فيه لي ميكرو ار ان، فيه لي ليكتين. لي ليكتين هما مسببين وتحرض جهاز المناعه. ملي كتاخذ انت مثلا الدنجال شهر 12 فيه دي ليكتين محرضه للمناعه، ملي كتاخذ الفلفله في شهر 1 فيه دي ليكتين محرضه للمناعه، ملي كتاخذ الليمون في شهر 8 فيه دي ليكتين محرضه للمناعه. وبالتالي هاد الموسميه خصنا نرجعوا لها. الناس اللي عندهم الحساسيات الامراض المناعيه، اذا اختي الكريمه شنو غديري؟ غتمشي اللي لقيتيها في السوق الموسم ديالها خديها. وبعض المرات كيدار لو تيست، مثلا نعطيكم مثال لاغاشيد كاوكاو. علاش لابيبار كاوكاو اللوز والكركاع الناس كيلقاو عندهم حساسيه؟ لان البروتينات ديالو عاليه نظرا للتغيير الوراثي. كاينين الناس اللي مشاو خداو كاوكاو بلدي ما دار لهم والو، خداو اللوز بلدي ما دار لهم والو، خداو القرقع بلدي ما دار لهم والو. يعني راه ما يمكنش هكا نقولوا صافي خصنا نوقفوا، حيت كاين الناس اللي عندهم حساسيه من الماء. واش هو عنده حساسيه من الماء؟ لا، داكشي اللي كاين في الماء هو مين بدل الماء ما بقاتش عنده حساسيه ديال الماء. هكاك مثلا النعناع، الناس اللي كيقول لك انا كنشرب النعناع كيدير لي لي غاز، بالعكس النعناع فيه المونطول خصو يحيد لك لي غاز ماشي يدير لك لي غاز. وبالنسبه للاخت الكريمه، هذا المشكل ديال الجلد مع المشكل ديال المثانه راه مشكل واحد، راه ما مفرقينش. علاش؟ لان خصنا نعرفوا باللي المثانه فيها واحد، شرف الله وقدره الجميع، الكلوه كدوز داك البول الاولي والبول الثانوي وعاد كيدوز ويتستوكا في المثانه. المثانه من رحمه الله ان اعطاها لنا سيدي ربي باش ما يبقاش الانسان شرف الله قدركم كل مره غادي للمرحاض، عطى داك ستوك سيدي ربي، درنا داك ستوك لافيسي. لافيسي هي حساسه، علاش؟ لان فيها مستقبلات. فيها علاش مثلا الناس في البرد كيبقاو شرف الله قدركم يمشيوا للمرحاض بزاف؟ لانها كتكونتراكتا كتحرك وفيها مستقبلات. هذوك المستقبلات، لان شنو هو البول شرف الله قدر الجميع؟ هي مخلفات ديال الجسم ديال اما دي ميتابوليت يعني العمليات الايديه اللي قام بها الجسم، وبقايا تغذيه، المضافات الغذائيه، المحليات، المحسنات المذاق، الملونات، لي كونسيرفاتور، لي زيديل كورون، هادوما كاملين اللي كيكونوا في اغلب المواد المصنعه بعض النسبه كيتخلص منها الجسم، ومي كتوصل للمثانه كتهيجها. علاش كتهيجها؟ هذاك رفلكس، هذاك رد فعل طبيعي دارته المثانه، لان حتى هي سبحان الله ما قابلهاش. حنا دماغنا الوحيد اللي قبل ياكل هادشي، الدم ما كيقبلوش، الكبد ما كيقبلوش، الامعاء ما كتقبلوش، حتى المثانه لا تقبل هذه السموم من هذه النوعيه هذه. وبالتالي مي كتوصل وتولي هاد المواد في تماس مع المثانه ومستوكيا تهيج المثانه. لما تهيج المثانه كيولي الانسان شرف الله قدركم عنده لونفي، ان احساس انه يمشي للمرحاض، يخوي المثانه ديالو اللي كتسمى عمليه التبول، وخا المثانه بقى ما عمرات. وهذا الشيء عنده علاقه كذلك بهرمون اخر سميتو لا دي اش. علاش سميتو هو الدي اش؟
لأنه هو هرمون أنتي ديوريتيك، يعني يعني أنتي ديوريتيك دي ديوريتيك اش هرمون هرمون أنتي ديوريتيك او لا الفازوبريسين. الناس اللي كياخذوا الحلاوه بزاف، الناس اللي كياخذوا المحلي لونتي هذا لا دي اش او هرمون أنتي ديوريتيك يتاثر بالانسولين، الانسولين ملي كيكون البيك ديالها طالع، وبالتالي ما كتبقاش لان الهرمون اونتي ديوريتيك كما المصطلح يشير انه هرمون مضاد للتبول، يعني يمنع التبول، كيخدم في الليل وكيخدم في الانسان. دابا الانسان راه ما كيبقاش شرف الله قدركم، شوف هذه البرمجه اللي كاينه في الجسم راه رائعه، والجسم مزيان وما كردولوش البال. دابا الانسان كيمشي للمرحله شرف الله قدركم جوج ثلاثه المرات في النهار مثلا، راه نورمالمون الانسان لو ما كانش لا في سي ولو ما كانش لوغمون اونتي ديوريتيك راه غيبقى غادي كل دقيقه. علاش؟ لان المثانه كتعمر بالمخلفات اللي كتجي من الكبد، من الكلي. وبالتالي من رحمه الله ان ربي عطانا هذا الهرمون، هذا الهرمون يبطل المفعول ديالو عند الناس اللي عندهم بزاف ديال المشاكل. ولاحظوا ان حتى الناس اللي عندهم مشاكل طالعه البي اس او للناس اللي عندهم البروستات. البروستات علاش؟ لان البروستات راه كيولي البروستات كتاثر على المثانه بواحد الطريقه عن طريق الهرمونات البي اس ا، لان البي اس ا عندها علاقه لهرمون اونتي ديوريتيك، وكتاثر ميكانيكيا. علاش؟ لان القنوات اللي كيمشيو للمثانه راه دايزين وسط البروستات، وبالتالي كيولي الانسان يعني عنده لونفي شرف الله قدركم، سيرتو الرجل عنده لونفي انه يتبول وخا كيمشي ما كيقدرش، هاد الناس اللي عندهم بروستات. كما ان الانسان العادي والانثى والذكر كيشتركوا في ان المثانه تتهيج. علاش؟ لانها تتهيج، راجع التهيج راجع للمواد المصنعه، وبالتالي الناس اللي عندهم الماء راه ما كنقولوا الحامض ولا الليمون، ما هادشي ما عنده علاقه بالحامض والليمون. الحامض ولا الليمون راه الحامض هو طبيعه حمضيه، التاثير ديالو قاعدي الكالينيزون، هو سي فغي البي اش ديالو قدره الهيدروجين في الاكل حامض، ولكن في الجسم ديالنا الكالينيزون ماشي اسيديفيون. وبالتالي من يهيج المثانه هو المحليات، هو المحلي، هو المواد المصنعه واللي كتعطينا التهيج، واللي كيبقى الانسان شرف الله قدركم لان نورمالمون في الحاله الفيزيولوجيه المثانه خصها تتعمر، عادي يولي الانسان عنده لونفي يمشي للمرحاض. اللي فوقاش كتكون؟ كتكون في نهايه اليوم وفي بدايه اليوم. بدايه اليوم علاش؟ في الصباح الباكر انتم كتشوفوا، واخا شكون اللي كيخلي الانسان ما يمشيش للمرحاض الليل كامل؟ هو الهرمون اونتي ديوريتيك. يعني باش نعطيها للناس، الا خديتي شي حاجه حلوه مصنعه في العشاء وفقتي في الليل ما تقولش علاش فقت. علاش؟ لان الانسولين يؤثر على كي ديزاكتيفينا، هو كنسميو حنا انيبيتور، يعني مثبط الهرمون اونتي ديوريتيك، كيبقى الانسان الليل نايض جاي للمرحاض. ما كنهضرش على الناس اللي عندهم البروستات، هذه حاله بوحده راه كنا هضرنا عليها بالتفصيل. مي اختي الكريمه فيما يخص هذا الموضوع، لاحظي ان لا في المشكل اللي عندك الاول ولا المشكل اللي عندك الثاني واللي كنعتبرهم ان مرتبطين مع بعضياتهم، نفس المهيجات نفس السموم اللي خصنا نتخلصوا منها وننقيو التغذيه ديالنا كما كنقولوا دائما. ان شاء الله ربي 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 يرزق الصحه للجميع. مرحبا. مرحبا. ناخذوا معنا لاله امينه من الغرب. مرحبا بك لاله امينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. للأسف انقطع الخط على أمينة. طيب ناخدو معنا السي عبد الله من فاس. صباح الخير سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم بزاف. مرحبا بك سيدي، تفضل. بغيت شي سؤال الدكتور الله يرحم الوالدين. تفضل سيدي كنسمعو. الله يخليك الدكتور، عندي نقص حاد فيتامين دي. أها شحال عندك السي عبد الله؟ 9.0 شي حاجه هكا. كنتي سمعتي الحلقه الاسبوع ديال فيتامين دي؟ كان سمع، ولكن الحقيقه ما كان يعني ما كان تبع شيء، يعني بغي زعما تعطيني شي نصيحه. واخا ان شاء الله. واخا ان شاء الله بيدي. مرحبا مرحبا. تفضل. دونك بالنسبه للسي عبد الله فيما يخص نقص فيتامين دي، كنا درنا اسبوع وسمعتينا السي عبد الله ذاك الاسبوع. اذا النصيحه ديالي شنو نقول لك انا، هو انك تحاول تطبق. وهادشي اللي كنقول انا المغاربه الجميل فيهم، وهذه لا يخفى على المغاربه، المغاربه كيعرفوا شنو ياكلوا. غير بعض المره كنقولوا اران الصحه ديالنا ماشي بهذه الطريقه. نعم خص لا موتيفاسيون، حنا هادشي هو الدور ديالنا.
ونعطيكم لا موتيفاسيون، وحنا معاكم في لا موتيفاسيون. لا موتيفاسيون باش كتكون الجانب العلمي باش كنعزوا لا موتيفاسيون، تجارب الناس باش كنعزوا لا موتيفاسيون. هذا الهدف هو من هذا البرنامج، هو نعطيكم لا موتيفاسيون. لا جوستيفيكاسيون سيونتيفيك يعني شي حاجه اللي كنديروها في ثقافتنا مزيان نعزوها بالجانب العلمي ليطمئن قلبنا وقلبكم، باش هكايا يعني التفكر زائد فيما يخص تجارب ديال الناس. اخي عبد الله، من بعد هادي شحال ماشي غير دابا، من الناس كاينين اللي ربما اول مره كيسمعونا كنهضروا كنعالجوا الموضوع ديال فيتامين دي، واللي عالجناه اسبوع كامل. والسي عبد الله قال باللي راه سمع المعلومات، مي على ما اظن على غرار العديد من الناس اللي كنقول لهم انا ما تزربوش على راسكم، تريتوا شويه بشويه، انسان يمشي بالتدرج عنده صعوبه في التطبيق، اما المعلومه عنده. اذا نصيحتي انا سي عبد الله هو انك هذيك المعلومات اللي عندك بدا تشتغل عليها شويه بشويه. راه كيف ما كنبنيو دار، كيف ما كنبنيو حياه، راه كنبنيو حتى قناعه، والقناعه ديالنا بالتغذيه راه كتبنى، راه ما كتجيش هكا دانسول كتبنى. وحده هذا برنامج الصحه والسلامه الدور ديالو هو اننا نخليو الناس يقتنعوا بواحد الحاجه اللي حنا كنهضروا عليها واللي الناس جربوها واللي كتادي في اخر المطاف. هو البرنامج كيبدا بالصحه والسلامه وكيسالي الصحه والسلامه، لان يعني حنا الهدف ديالنا هو الصحه والسلامه ديالك لا اقل ولا اكثر. وبالتالي سي عبد الله فانت المعلومه عارفه، قلتي عندك الصعوبه، نعم بزاف ديال الناس عندهم صعوبه في التطبيق، اسباب اجتماعيه، اسباب مي كنقول اسباب اجتماعيه ما عندهاش علاقه بالجانب المادي، لان لست متفق انايا مع الناس اللي كيروجوا ان ملي كنبداو ناكلوا مزيان خصو يكون داكشي غالي. ابدا ابدا، والدراسه كاينه ولو الامور كلها، انا كنهضر على الدراسات الجامعيه اللي تتحدث لما اننا كنبداو ناكلوا مزيان كنقسم واحد العبء المادي على الاسره بواحد النسبه اللي هي تقريبا 70%. هذه يعني دراسات اللي كنهضر عليها انا اللي هي موثقه. فيما يخص القناعات، كاين قناعات اجتماعيه المقصود بها هو مسكين ما كيشربش المحلي، مسكين كياكل الخبز بالخميره البلديه، مسكين كياكل العداس، مسكين كياكل الحماص. هاد بعض العقد اللي عندنا في الجانب الاجتماعي، ماشي عند كل شيء بيان سور، خصنا حنا تكون عندنا واحد المناعه اجتماعيه. والمناعه الاجتماعيه كيف ما المناعه الفكريه كيف ما العديد من المناعه الصحيه فكتتطور، وبالتالي نحن نبني قناعات. والقناعه باش تبنيها بحال الدار خصك ان بلون، القناعات خصك ان بلون، وحنا كنحطوا للناس لو بلون باش نقنعوهم هما الاولى بعدا ويوليو سفراء ديال هذيك المعلومه. هذا ولا اقل ولا اكثر. ما احنا دائما كندورو حول الصحه والسلامه، حيت برنامج سميتو الصحه والسلامه، كندورو حول الصحه والسلامه. فسي عبد الله اتمنى ان شاء الله حاول انك تتبع البرنامج بالاضافه الى المعلومات. احنا اولا كنحاولوا نعطيو لا موتيفاسيون للناس، ثانيا كنحاولوا، والانسان بطبعه هذا يعني شوفوها غير في الدراري الصغار، كتقول له بابا دير هذه، كيقول لك نديرها، ولكن علاش غنديرها؟ وخصك تجاوبو علاش خصو يديرها. هكا عاوتاني انا غناكل هربل، مزيان غناكل هربل، ولكن ماشي غنسرط المعلومه، وانا ضد اننا نشدو المعلومات بدون لا. علاش غناخذو هربل؟ ها علاش غناخذو هربل؟ داخل في الثقافه ديالنا وفي الفوائد الصحيه وكيعاون التعاونيات، وذاك المعلقه اللي غناكلو بها هربل ديال الخشب اذا كنعاونو واحد كيصاوب الخشب، كنشريو هربل من التعاونيات ولا كنصاوبوه اذا كنعاونو هذوك التعاونيات. هكا كيولي الانسان اكثر قربا لما هو قناعه من شي حاجه اخرى. هذا هو الدور. بس يا عبد الله حاول انك تجتهد في نظامك الغذائي ونحطوا دي زوبجيكتيف، ما نحطوش بزاف، شويه بشويه، نبداو بالاوانين، نبداو بهذيك وغادي ان شاء الله حتى كنوصلوا. والحمد لله كاين الناس اللي تجارب اللي هي جميله ورائعه جدا، الله يرزق الصحه والسلامه للجميع. مرحبا، شكرا جزيلا لك استاذ، موعدنا متجدد غدا باذن الله. بطبيعه الحال كان معنا استاذ محمد احليمي اخصائي التغذيه.